السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا بكاء محمد المغودي وربيع العفوي اللاعب الوداد السابق على روح اللاعب محمد ابراهون لاعب المغرب التطواني السابق اللي احترف في البرتغال وفي تركيا. وغادي نشوفوا تاثر كبير من محمد المغودي ومن ربيع العفوي اللي ما غاديش يتملكوا النفس ديالهم، وغادي نشوفوا الدموع ديالهم على روح اللاعب محمد ابراهون. كذلك محمد المغودي غادي يتكلم على ما فعله اللاعب الكابيتان السابق الحسين خرجه والمجهودات اللي دار سواء للاعب محمد ابراهون او للعائله ديالو في تركيا، وكذلك المجهودات اللي دارت الجامعه اللي فكات النزاع ديالو مع المغرب التطواني وسهلات الاجراءات القانونيه باش يجي في اقرب وقت الى المغرب. غادي نخليكم مع الفيديو وكنتمنى انكم تدعموا هذا الفيديو باكثر عدد من اللايكات باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين، واللي مازال ما شاركش معنا ما عليه الا يشترك ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا الجديد دائما. نخليكم مع الفيديو. واضح هذا استاذ محمد المغودي، كنت قدمته استاذ محمد المغودي وتحدثت مع استاذ محمد المغودي. بعد قليل ان شاء الله سنتحدث عن طارق، سنتحدث مع طارق العليمي لما يكون جاهز في برنامج الكرة العربية. قبل ان ندخل ونتحدث في حيثيات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفساد احمد الاحمد وعقابه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، نعزي الأسرة الرياضية في المغرب بوفاة محمد أبراهون اللاعب السابق للمغرب التطواني وأيضا لشباب الحسيمة، بالإضافة أنه كان محترف في البرتغال وأيضا محترف في ريزاسبور التركي. كابتن ربيع العفوي، نعزي المغرب طبيعي جدا، نعزي المغرب، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. أنت كنت قريب جدا، ممكن تعرف جيدا الفقيد والمرحوم من الناحية وتعرف من الناحية الفنية وأيضا تعرف خصال الإنسانية لمحمد أبراهون. صحيح، يعني صراحة أولا كان خبر حزين وصادم لوفاة محمد أبراهون. تكلمت يعني على مستوى خصال، كان كتوما وكان يمتاز بالمعاملة الحسنة. وتذكر هنا واستحضر أنه لما وقع محسن ياجور بالمغرب التطواني كان ما كثيرا يثني على أخلاق هذا اللاعب من خلال التعامل معه وحفاوة التي لقي محسن ياجور من طرف هذا اللاعب. وأعتقد بأنه يعني تداعيات وفاته من خلال كل الحركات التي شاهدناها من طرف لاعبين سواء كانوا مغاربة أو جنسيات أخرى تدل على قيمة هذا اللاعب من الناحية الأخلاقية. نسأل الله له الرحمة والمغفرة ونصبر أهله، إنا لله وإنا إليه راجعون. واضح على كل شيء. أيضا أستاذ محمد المغودي، أستاذ محمد المغودي، صار تعاطف كبير جدا من قبل عديد اللاعبين وعديد النجوم المغاربة مع محمد أبراهون. كان آخرها أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلانو شاهدناه أهدى هدفي المباراة لمحمد أبراهون. ياسين يعني مرياح كذلك، أيضا ياسين مرياح اللاعب التونسي، عديد اللاعبين الذين تعاطفوا مع محمد أبراهون ومع وفاة، إن صح التعبير، وفاة أبراهون. يعني واضح حب كبير وتعاطف كبير وتآزر كبير أستاذ محمد المغودي مع محمد أبراهون اللاعب المغربي. أجدد في تقديم تعازي الحارة إلى أسرة كرة القدم الوطنية، إلى أسرة المغرب التطواني، وأيضا إلى كرة القدم الوطنية بشكل كبير، لأن اللاعب مثل المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار. اللاعب الذي قدم كان نموذجا أيضا في الأخلاق، كان نموذجا أيضا في التضحية. وهذه بهذه المناسبة أيضا أهنئ بشكل كبير الدولي المغربي السابق حسين خرجة على روح تضامنه، على حضوره الكبير في هذه الأزمة، وأيضا على الصورة الجميلة التي قدم عن اللاعبين الدوليين السابقين وخاصة المخلصين لزملائهم في المنتخبات الوطنية. أحيي أيضا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مبادرتين. المبادرة الأولى وهي أنها استجابت لنداء، يعني حينما صرفت نزاعه الذي دام طويلا مع المغرب التطواني، وأيضا على تسهيله مأمورية الإدارية في علاقته مع وزارة الخارجية وفي علاقته أيضا مع السفارة المغربية. كما أحيي أيضا التعاطف العالمي مع هذا اللاعب الذي قلت كان مميزا بأخلاقه، مميزا بسلوكه، وأيضا وهذا هو الأهم
أنه قدم صورة جميلة جدا جدا عن لاعبي البطولة الوطنية بالمهجر سواء بالبرتغالي أو بتركيا. أبرهون خسارة كرة، خسارة كبرى لكرة القدم الوطنية، أحببناه ولكن حب الله كان أقوى، ولكن حب الله كان أقوى، ولكن حب الله كان أقوى لهذا الشاب الذي خسرناه جميعا. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوين، رحم الله فقيد كرة القدم العربية والمغربية محمد أبرهون. وشاهدنا أيضا تأثر كبير سواء في الاستوديو من ربيع العفوي أو أيضا من أستاذ محمد المغودي باعتبار ممكن خصال هذا اللاعب وأيضا قرب هذا اللاعب سواء من كابتن ربيع العفوي أو من الأستاذ محمد المغودي. على كل بعد قليل لما يكون إن شاء الله طارق العليمي جاهز معنا سنحاول أن نتصل بطارق العليمي. مع الأسف إلى حد الآن طارق العليمي غير جاهز مباشرة من تونس. طبيعي جدا نشاهد في تأثر ربيع، الله يرحم الفقيد، يعني هذه سنة الحياة في الأخير. على كل نشاهد التقرير الخاص الآن بفساد الاتحاد الإفريقي وبالعقوبة المسلطة على أحمد 5 سنوات كاملة، هذا بالإضافة إلى عقوبة مالية ب 200,000 فرنك سويسري. ما فتئ الاتحاد الإفريقي يخرج من غيابات الفساد المالي والإداري الذي عشش في مفاصل الهيئة الكروية الأعلى في القارة السمراء لأكثر من عقدين من الزمن، حتى عاد وحش الاختلاس برأسه يطل من جديد ومن أعلى هرم في المنظومة الكروية الإفريقية ليضربها في معقلها ويحول ليلها إلى نهارها. الخبر جاء من هناك، من مدينة زوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولي فيفا، وأبرز ما جاء فيه إيقاف الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي كاف لمدة 5 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي. وفي تفاصيل الخبر، أحمد أحمد سقط في مخالفات مالية مشبوهة في الفترة ما بين 2017-2019، وتم التحقيق في عدة اتهامات وشكاوى تم تقديمها ضده. لجنة الأخلاقيات والقيم في الفيفا قررت إيقاف رئيس الكاف لمدة 5 سنوات مع معاقبته مالياً بسداد 200,000 فرنك سويسري، ليصبح أحمد أحمد بعد هذا القرار بعيدا عن إدارة الكاف التي يشغلها حاليا بشكل مؤقت الكونغولي كونستوت أوماري. لجنة الأخلاقيات بالفيفا دانت أحمد أحمد البالغ من العمر 60 عاما والذي يرأس الكاف منذ عام 2017 وترشح مجددا لولاية جديدة، دانته بخرق عدة مواد متعلقة بواجب الولاء، عرض وقبول هدايا ومزايا أخرى، إساءة استخدام المنصب إضافة إلى اختلاس الأموال. وكانت الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أحمد أحمد العام الماضي بسبب اتهامات فساد مالي أيضا. ورغم ما شهدته الكرة الإفريقية من تطور في العقدين الأخيرين من خلال احتراف لاعبيها في أكبر أندية العالم إلى جانب نيل بلدان إفريقية شرف تنظيم بطولات عالمية، إلا أن سمعة الكرة الإفريقية تعرضت للكثير من الهزات، لا زالت ارتداداتها تضرب إلى حد الساعة. فالفساد استشر كثيرا وكثرت معه الأيادي الناهبة وبأرقام خيالية. والمرحلة التي تعيشها حاليا القارة الإفريقية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع تتطلب مواقف صارمة ورادعة وشفافة تهيئ لمنظومة كروية سليمة ومسؤولة ونزيهة. فهل ستشهد انتخابات الكاف القادمة ولادة عهد جديد يعتمد على الشفافية والإفصاح عن كل الاختلاسات بالأدلة والأرقام وخدمة كرة القدم الإفريقية، أم أن الحقيقة ستبقى في ملفاتها وأدراجها مغلقة في الصندوق الأسود؟
كيف ما شفتوا تأثر كبير من محمد الماغودي ومن ربيع العفوي، خلونا الرأي ديالكم في الكلام اللي قال محمد الماغودي، ما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم، خلونا الرأي ديالكم في التعليق، واللي مازال ما اشتركش معنا في القناة ما عليه إلا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد دائما، وشكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نتشوفوا في فيديو جديد، السلام عليكم.